شكاوى واعتراضات كثيرة سجلها مواطنون في مخيم البقعة على شارع الوكالة الذي تم تعبيده مؤخرا بمكرمة ملكية. الشارع الذي لا يزيد طوله عن 300 متر ومدة تنفيذه 6 أشهر تنتهي في 18 من الشهر الجاري، ظهرت فيه عيوب التنفيذ قبل استلامه من دائرة الشؤون الفلسطينية في المخيم، إضافة إلى مشكلة كثرة البسطات وازدحام واصطفاف السيارات فيه. هذا الشارع يعني لو ظل زي أول أرحم، أول مثلا جزء أوسع من هيك، الحين البسطات ماكلات الشارع كامل. خلط الطينة والتراب اللي كانت طلعت من الشارع وطلعت بالبسكورس، خلطوها بالبسكورس والآن طلع، إذا بتطلع على الشارع راح تلاقيه كله محفر وهو ملوش 10 أيام 15 يوم منتهيين منه. بعدين حتى تصريف المية اللي سووه ما المية ما بتنزل على الشارع مباشرة. فيما يؤكد المسؤولين جهوزية الشارع في الوقت المحدد. العطاء كان من 18/8/2014 إلى 18/2/2015، وقد تم تنفيذ هذا الشارع خلال هذه الفترة، علما أن هناك كان معوقات كثيرة في هذا الشارع نظرا لوجود بسطات وازدحام في هذا الشارع، ولكن نفذ الشارع في الفترة المحددة له. كما وتم تبرير الإشكالات التي ظهرت في الشارع بما يأتي. يعني كان مخلص مثلا الساعة 4 في الليل صار فيضان على نفس المنطقة اللي فيها الزفت، هاي منطقة محدودة وقد طبعا أعلن بذلك وتم مخاطبته بطريقة رسمية من طريق دائرة الشؤون الفلسطينية لإعادة صيانة هذا الشارع. أما المواطنون وأصحاب المحال التجارية فلديهم وجهة نظر أخرى. أنا بالنسبة لي يمكن 3 أشهر بحط من جلدي. السبب أول شيء كان طيني بهدلة ما فيش زبائن تمر، وهسه شوفت عينك كله بسطات صار، يعني مسكرات كل الكابلات. وإن إحنا محلات وتأثر 3 أشهر. والشغلة الثانية البسطات مش مشكلة إنهم يشيلوها لأنه هي فاتحة بيوت كثير، بس لازم يكون لهم حد معين عشان السيارات تعرف تمر. الحركة التجارية بقيت في هذا الشارع، الذي كان يلاقي الصعوبات هو المتعهد. الحركة بقيت موجودة والعربيات موجودات والمحلات فتحات، ما صار أي تأثير سلبي على أصحاب المحلة. طبعا الشارع هذا لم يستلم حتى هذه اللحظة، لم يستلم، احنا لم نستلم الشارع إلا إذا كان الشارع كاملا. أيضا الشارع في هناك مدة سنة كاملة على المتعهد أن يقوم بصيانة الشارع لمدة سنة كاملة. وبينما يقتنع به المسؤولين من إنجاز الشارع والعقبات التي واجهت المتعهد في تنفيذ هذا الشارع وقت المنخفض وعقبات تواجد البسطات والحركة المستمرة فيه، وبينما يعترض عليه المواطنين وأصحاب المحال التجارية والبسطات قناعة أخرى، تبقى المشكلة قائمة بتضرر جميع الأطراف. نبراس اليسوري، شارع الوكالة من مخيم البقعة، اليرموك.